السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن زراعة نبتة القطيفة أو ماري جولد. نبتة القطيفة أو الماري جولد هي نبتة سهلة العناية والإكتار، تتحمل الحرارة والبرودة، وتعتبر من النباتات الزينة. نبتة القطيفة نبتة عطرية لها أوراق وأزهار جميلة، غالبا ما تكون باللون الأصفر أو البرتقالي. نبتة القطيفة تكون على شكلين، إما قزمية أو طويلة. ولزراعة نبتة القطيفة نقوم بحفر حفرة صغيرة مناسبة لجذع الشتلة. نضع الشتلة في الحفرة بعد إزالة البلاستيك، ونغطي جذور الشتلة بالتراب. نسوي حوض حول الشتلة. نروي الشتلة حتى الإشباع، ونعاود الري كلما دعت الضرورة. تبقى نبتة القطيفة نبتة صديقة جميع النباتات، يمكن زراعتها في جميع أنحاء الحديقة.